هذه هي ضاحية برونكس، إحدى الضواحي الكبرى لمدينة نيويورك التي بدورها تعد أكبر المدن الأمريكية من حيث السكان. كما تشاهدون هنا الإجراءات الأمنية دائما وباستمرار واضحة للعيان من خلال حضور عدد كبير من رجال الشرطة. الأزمة الكبرى والمعضلة الكبرى بالنسبة لهذه المنطقة هي المعاناة من الاستهلاك المفرط للمخدرات، خصوصا الهيروين وكذلك أعداد أخرى. فالأرقام كبيرة جدا والأزمة أصبحت أزمة جدية جدا. نواصل وإياكم هذه الرحلة في جنوب برونكس. توقفنا في تقاطع شارع بروك وويستشستر. يبدو أن مواطنين اشتكوا أمرا ما يتعلق بمدمنين أو تجار مخدرات. بقيت الشرطة برهة ثم رحلت بينما قررت أنا أن أدخل. بالفعل البلاغ الذي وصل إلى شرطة برونكس في نيويورك صحيح وصادق 100% من حيث اعتبار هذا المكان من الأماكن الخطيرة، من حيث أنه يستعمل من قبل مروجي ومستهلكي المخدرات كمكان مفضل له من بين أماكن أخرى تقع عادة تحت الجسور وفي المناطق المغلقة مثل هذه، وتسمى في العامية الأمريكية The Hole أو الثقب إلى حد ما. استكشفت هذا المكان وعثرت على الكثير من الأشياء، من بينها حقن تستعمل في الحقن أو في حقن المخدرات، وهي موجودة هنا ربما بالألاف أو ربما أكثر. واعترف الكثيرون بأن هذا المكان هو مكان لاستهلاك المخدرات، وكنت قد التقيت أيضا مدمنا على المخدرات ويقول إنه لا يستطيع القيام بشيء للتخلص من إدمانه. هل وضعك محزن؟ نعم محزن، كل الناس تعرف ذلك. لا أحد مسؤول، عليك أن تساعد نفسك بنفسك. وأنت هل تساعد نفسك؟ لا لا، الأمر كان صعب جدا. كنت صغيرا وكان على وجهي وشم، حاولت الحصول على عمل لكنني لم أنجح بسبب الوشم حينها، ولم ألقى المساعدة. دخلت السجن وبقيت هناك 11 عاما، أفرج عني في أبريل الماضي. ألا تستطيع التخلص من إدمانك؟ إنه مرض، الحل الوحيد كي أتوقف عن تعاطي المخدرات هو الحصول على عمل وأن يساعدوني على دفع ثمن إيجار شقة لي كي لا أبقى في الشارع. تركنا محدثنا الذي يبدو أنه لن يعود إلى هذا المكان، ولكن لا أحد يدري كيف ستنتهي رحلته مع الإدمان. وهنا في نيويورك ألتقي الدكتور مارك بارينو، وهو رئيس الجمعية الأمريكية لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة ومنها الأفيون. السيد مارك، مرحبا بك في اليوم على الحرة. بداية، أنتم تصفون المدمنين بالمرضى، لماذا؟ It's a disease because إنه مرض، حتى وإن كانت بدايته طوعية، وبحسب ما نعرف من دراسات للدماغ والكيمياء أن استمرار تعاطي المخدرات يصبح أمرا غير طوعي، لا يمكن السيطرة عليه. إنه مرض ويمكن معالجته في الولايات المتحدة، لدينا 3 علاجات مصادق عليها حكوميا. كيف تصفون القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب فيما يتعلق بمحاربة المواد الأفيونية؟ الإدارة الأمريكية تعي حجم التحديات، وهي بصدد تخصيص إمكانات أخرى للتعامل مع أزمة الإدمان. وهناك ميزانيات أخرى تم إقرارها في الكونغرس السنة الماضية وتم تفعيلها، تسمى برنامج كيور، الذي يوفر $500 مليار لعلاج الإدمان. السيد مارك بارينو، شكرا جزيلا لك للمساهمة معنا في برنامج اليوم على الحرة. نلتقيك في أوقات لاحقة. إلى اللقاء.